هو الفاروق عمر في أول ولايته. فلما تولى الخلافة وعاد إلى بيته، كان بيت أمير المؤمنين مقصدا للناس، فكان لا ينام نهارا ولا ينام ليلا إلا سويعات كما يقال، دقائق يختطفها في القيلولة في وسط النهار أو من أواخر الليل قبل أن يقوم لصلاة الفجر فيعاتبونه: يا عمر توشك أن تهلك نفسك؟ قال: كرامتها أريد، إني إذا نمت نهاري ضيعت الرعية، وإذا نمت ليلي ضيعت نفسي، فلن أضيع رعية استأمنني رب العالمين عليها، ولن أضيع نفسي فألقيها في غضب الله تبارك وتعالى. يصف النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الفاروق عمر ونصحه لهذه الأمة فيقول صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر أنزع منها، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم على بئر يخرج منها للناس ماء، ينزع ماء، ينزل الدلو فيخرج للناس ليملأوا ويشربوا. فجاء أبو بكر فجلس إلى جواري فنزع ذنوبا أو ذنوبين، دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف يغفر الله له. فسره العلماء هنا برقة أبي بكر ولينه على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر فنزع فتحولت الدلو غربة، يعني بعد أن كانت صغيرة صارت كبيرة. يقول: فلم أرى عبقريا يفري فريه، لم أرى أحدا يفعل ما يفعل عمر في شدته وفي قوته وفي قدرته على أن يسقي، فسقى للناس حتى ضربوا بعطن فأولوها، أولها العلماء أن هذه هي الخلافة ولاية أمرها.